وانجولا هيلعبوا مع بعض يوم السبت ان شاء الله الساعه 2:30. ابتدت المباراه احمد الكاس هادي خشبه اسماعيل يوسف نفس التشكيل اللي ابتدى بيه مستر رود كرول التشكيل والمباراه الاولى. هاني رمزي، سمير كمونه، ياسر رضوان، كل فرقه شافت الثانيه في المباراه اللي بتلعبها عشان كده يبقى مباراه خطط مدربين. وفاول فاول خطا على مصر، خطا على مصر ولعبها مبارجه يسيبها لسان جونج اللي بيلعب باك شمال النهارده كان بيلعب في الماتش الاولاني في وسط الملعب ناحيه الشمال وكره عاليه وهيك ويطلع على طول يطلع هاني رمزي يلم الكره. هاني عبد الستار صابري ماشي عبد الستار وخش يخطفها تشومي ولابسين فانيلات كلها النمر سودا فريق الكاميرون ولعبها اماميه حاتم امام وماشي حاتم ولعبها طويله ما يلحقهاش علي ماهر ويطلع من جون على طول. اليوم لعبها حاتم حلوه لعلي ماهر ويطلع اليوم بوكار اللي بيلعب النهارده اول مره ما لعبش الماتش الاولاني. لام التماس لمنتخب مصر هيلعبها ياسر رضوان، ياسر ولعبها لحاتم امام يلم حاتم ولسه الكرة معاه ياخدها من الاثنين لسه الكرة مع حاتم لعبها على طول لهادي خشبة وهادي زقها طويلة شوية يقطعها سان جونج وطويلة عند تشامي وفوزي جمال وتطلع الكرة بره او ترمي التماس لمنتخب مصر. فوزي جمال هاني رمزي 26 سنة فريدريك بريمن من في المانيا الغربية. المانيا طبعا الموحدة دلوقتي بيلعبها على طول عبد الستار صبري. ياسر رضوان ظهير الايمن لمصر ويلعب كرة طويلة عند احمد الكاس وتعدي شوف اللقطة بتاعت الكورة بقى لعب بالليل بيختلف قوي عن الصبح. احمد الكاس وليم كي شونج مدي اوت لرامي التماس للكاميرون. بوكار بوكار وزي ما احنا عارفين مستر رود كرو المدير الفني منتخب مصر وعلى طول بيتكلم مع فرقته زي اوجت جوليوس ايضا مدرب الكاميرا ورامي التماس لمنتخب مصر. هنشوف ليم كي شونج مديها ايه بيغير الكورة بيغير الكورة على فكرة بيلعبوا بعدد كبير قوي بالكرات حوالين الملعب اي لعيب بتطلع كرة بره بيرجعها تاني بيرجع كرة بالاقرب مكان ما بقاش في كرة واحدة احتياطية زي الاول. ياسر رضوان ويلعب كرة طويلة على طول سمير كمونة علي ماهر وماشي علي لكن سانداي جانج خش يقطع ويتغطى الكرة على طول تاني لوجاستين ليه امام بيك امام وماشي ولسه الكرة بقى وبيلعب كرة بالعرض ناحية الشمال عبد الستار صافي وهانز اجوبو الباك اليمين ورجعها ورا لرونالدو توكو لهانز اجوبو اللي بيلعب كره بالعرض عاليه وقفها ويخش حاتم امام يطلعها من قدام على طول كان جاي سان جون كان خطره ويطلعها حاتم امام من قدام. رامي التماس للكاميرون ثلاث دقائق من زمن الشوط لكن عدي الرابعة من الشوط الأول ما زال التعادل السلبي وطويلة وسمير كمونة ومديها ليم كي شونج أول ضربة ركنية. وادي الجالية المصرية الموجودة منظر جميل جدا كلهم جايين مع ورا الفرقة في كل مكان في التدريبات وفي المباراة. سمير كمونة فوزي جمال ومعاهم رقم 9 الفونسو تشامي بيلعب في نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني قدامنا هو عنده 25 سنة والضربة ركنية هيلعبها مبارجه وعاليه وبيطلع على طول هاني رمزي وبيصلح لكن يخش هادي خشبه وتتلعب ناحيه اليمين مفيش حد بين الكاميرون وتبقى رمي التماس لمنتخب مصر. عبد الستار صبري نادر السعيد 23 سنه في نادي الزمالك. نادر هاني رمزي
وبيبتدي فريق الكاميرون كله راجع لورا، رونالد بتوكو بيلعب ناحيه اليمين في نص الملعب، بيلعبها حلوه يا ولد يا عبد الستار، كاس لعبها حلوه عبد الستار صبري، وماشي عبد الستار ومهاره عاليه يا ولد يا عبد الستار، ويلا وبره وطلعها سانداي بره، عملها حلو قوي قوي يا عبد الستار. ادي سانداي قدامنا بيلعب في اولمبيك يا ويندي، ورميه التماسه هيلعبها فوزي جمال، لعبها لحازم امام، حازم ولسه الكوره معاه، ولسه الكوره معاه، ولعبها عبد الستار صبري تطلعها، وتروح لهاني رمزي اللي يردها على طول لكاس، ويرد تاني سانداي. سمير كمونه، سمير كمونه وخش حضر ويلعب الكوره في سن جذبه طويله لبوكار. خمس دقايق من زمن الشوط الاول على قدام الشاشه، وكاميرون لا شيء ومصر لا شيء. الماتش الثاني في لكل فرقه من ضمن فرق المجموعه الاولى. عبد الستار صبري ويلعبها على طول احمد الكاس، والحازم امام، وماشي حازم ولمسه واحده على طول هادي خشبه. لعب سريع مهم قوي قوي النهارده مع الكاميرون، مغلوبين 3-0 الماتش الاولاني، فطبعا النهارده لازم يعوضوا. وكره بالعرض حلوه لعبها لكن يطلعها ديفنس الكاميرون، وتاني عاليه واقف على وش رجله في وي، وتطلع الكره بره قوي. تادي مستر روت كرول، كابتن حسن مختار، كابتن فاروق السيد، كابتن علاء نبيل، وفاول فاول لمنتخب مصر. مزوح حازم امام 20 سنه في نادي الزمالك، ويسيب الفاول لاسماعيل، الخطا لاسماعيل يوسف، هيلعب الخطا اسماعيل يوسف. اسماعيل ويلعبها لحازم امام ويصلح وشوطها ياردتين يمين ابو كار. اول شوطه حازم امام بيرجعها تاني على طول ليم كي شونغ، ما تعبتش من مكانها، ويلعبها على طول لانزا جوفو الباك اليمين في نادي اولمبيك ويندي 29 سنه. هانز سانداي، سانداي ويلعبها ناحية شمال، ويخش مع علي ماهر مع سانت جون، وكل واحد من فريق مصر ماسك واحد واضح اهو، الفرقتين بيلعبوا مان على كل واحد معاه. طبعا ماتش مهم جدا، خطط المدربين مهمة جدا. وتشامي هذه خشبة، علي ماهر ويلعبها وسارة اسماعيل يوسف، يقطع اسماعيل لعلي ماهر تاني، وتتخطف من علي، وهجمة على طول بتتلعب لتشامي، تشامي لسه الكرة معاه، وطويلة ورا تاني لتوبي ناحية الباك الشمال لسانت، وماشي سانت وماشي سانت، ويرفع كرة عالية ونادر السيد وبسوق داخل فيه جامد قوي قوي تشامي، لكن الحكم بيقول العب، حكم بيقول العب. تروح لهانس يلعبها على طول ناحية اليمين لأمام، يا ولد يا فوزي برجولة، ويقطع الكرة لعبد الستار صبري، ويلعبها سيارة تتقطع وترجع تاني، وفي فاول. لعبت الكرة على طول لياسر رضوان، وماشي ياسر يسلمها على طول لاسماعيل، اسماعيل يوسف، ويوقف اللعب تاني نادر السيد، اتخبط ولازم يوقف اللعب، اتخبط في الكرة اللي فاتت، كان داخل معاه جامد قوي الفونس تشامي. الكاميرون شاركت 8 مرات في البطوله قبل هذه البطوله، هذه المره التاسعه، حصلت على البطوله مرتين 84 في ابيجان و88 في المغرب، وحصلت على المركز الثاني مره 86، ومره في المركز الثالث 72، ومره المركز الرابع 92. اما مصر فحصلت على البطوله 3 مرات 57 59 85، وعلى المركز الثاني مره 62، والمركز الثالث 3 مرات 63 70 74. دكتور اشرف الالفي وحسنين حمزه موجودين مع نادر السيد، ان شاء الله تبقى بسيطه. دخل فيه جامد قوي الفونس الجامي، والماتش النهارده طبعا مستر رود كرول المتوقع طبعا النهارده الكاميرون
مغلوبة زي ما قلت لحضراتكم 3-0 في الماتش الأولاني مع جنوب أفريقيا. فطبعا عايز أتعوض وادي الجالية المصرية العظيمة اللي موجودة في كل مكان مع الجاليات العربية اللي موجودة أيضا مع تونس ومع الجزائر في كل مكان. بتحدي إذاعات الدول العربية بينقل جميع مباريات البطولة لكل التلفزيونات العربية الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا وقطر والكويت والجماهيرية والمصر ومصر والتلفزيون المصري والموريتاني وراديو تلفزيون العرب وأوربت وتلفزيون ال بي سي من لبنان. هيعمل إسقاط لعبت الكرة على طول لسان نقلتين وداخل مع أحمد الكاس سان جوف وتروح الكرة عالية عند حازم إمام تتخطف وتروح على طول إسماعيل يوسف ياسر رضوان ويقطع ياسر وراجع على جون اهو وعشر دقايق وما زال التعادل السلبي مصر والكاميرون وياسر بيلعبها حلوه لحازم امام وتطول لازم الكره تتلم عشان اللقطه بتاعتها جامده قوي على الملعب ويلعبها على طول طويله يخش يلعبها على طول لحازم امام يلم حازم ولمسه واحده على طول على ستار صبري وماشي على ستار لفوزي جمال فوزي ويلعبها اماميه لعلي ماهر ويلعبها تاني فوزي جمال على ستار صبري على ستار ويلعبها لحازم امام ويصلحها حلوه لاسماعيل يوسف ويخش معاه كان اوجستين لكن تروح لياسر تاني ويلعبها على طول لاحمد الكاس وماشي احمد ويا ريت الرباصه بالرجل الرجل اضمن وماشي احمد ولسه الكره معاه ويخش عليه لكن الحكم بيقول العب توبي ويلعبها طويله ويلعبها ناحيه شمال مارك فيفن اللي بيلعبها بالعرض الساندي مساك اللي بيلعب مساك ويسلمها منه على طول اوجستين تيو سيبو لعيب كويس قوي اوجستين ويخش تاني سمير كمونه وتطول يا وهاني رمزي معاه وهاني رمزي معاه وبره خطر قوي الكوره اللي فاتت نمره 8 تيو مارك ديفن دخل في الكوره وتطلع الكوره بيديها ليم كي شون ضربه ركنيه بيلعب في نادي لينس في فرنسا قدامنا اهو رقم 8 ما يخدش يحط رجله هاني رمزي والحكم مديها ضربه ركنيه في لاعب واقع من الكاميرون شوفها تاني من زاويه تانية اهي لكن هاني معاه مش سايبه والكوره بره كانت بره وهتتلعب الضربه الركنيه ونزل لاعب الكاميرون ولفه وعاليه ونادر على طول في ايده نادر السيد ويلعبها طويلة نادر عند أحمد الكاس ويصدها صندي عبد الستار صبري ويلعبها على طول لعلي ماهر لمسة واحدة وتروح لفوزي جمال وصغيرة شوية فوزي ما يلحقهاش عبد الستار وهانزا جوبو يلعبها طويلة بره رامي التماس لمنتخب مصر سمير كمونة حازم إمام وطريقة حلوة يا ولد وماشي حازم ولسه الكرة معاه وفاول مسقوه حازم ومديها ليم كي شون فاول لمنتخب مصر فاول كورة الثابتة اللي حوالين ال 18 دي وادي رود كرول على طول بيدي تعليماته اتشاط ولا تتباص هتشوف واقف جنب الكرة هادي واسماعيل والكاس وتصلح للكاس وحلوه يا هادي يا خشبه قنبله صاروخ ارض يا ولد يا لعيب وضربه ركنيه ايوه كده هادي شيطه قنبله شوف قنبله شوف راحه فين طماطيف صوابها وبيطلعها بكار وعم ستار طابله يلعب الضربه الركنيه وبيسقطها يا صبري لعبها قصيره الكره اللي فاتت معلش هارلك عايز يلعبها قريبه على الزاويه القريبه ويخطفها سانت سن جات مع لوجاسي سيمو ويخش على طول يلعبها حلوه ياسر وعلي باهر وتتخطف منه لكن يلعبها ناحيه اليمين لاحمد الكاس واحمد يلعبها لحازم امام وماشي حازم ويلعبها حلوه لعب ستار
حلوه ملعوبه بينيه، كور البينيه بتبقى خطره جدا، والاختراقات بيلعبوها منتخب مصر من على الجنب وعلى نص الملعب، وماتش لغايه دلوقتي فنياته عاليه قوي من الفرقتين، لكن مصر اخطر على المرمى. وادي جوليوس يوجا مدرب الكاميرون، قاعد يشتغل 8 سنين مع مساعد مع المدربين الاجانب كلهم اللي دربوا الكاميرون. هانزا جوفو غير الايمن للكاميرون، شامبي ومعاه فوزي جمال، يا ولد يا فوزي، عبد الستار صبري، حازم امام، هادي رمزي، ومن رجل لرجل احلى قوي في الباصه بتبقى مضمونه اكتر. ثاني حازم امام ويسقطها حلوه ناحيه اليمين لياسر رضوان، وتطول من ياسر لكن الحقها ثاني. الارض الندى اللي على الارض بيفرق كتير قوي مع لقطه الكوره. هادي خشره احمد الكاس، ترجع ثاني لهادي وياسر رضوان، وحلوه لعبد الستار صبري، وماشي عبد الستار ويلعبها حلوه لحاتم امام، وماشي حاتم وبيلعبها لعلي ماهر التويوتا، لكن مصر ماسكه الكوره احسن وبتهاجم اكتر. ومارك تيفن بيلعب في نص الملعب ناحيه الشمال، وكوره طويله ويطلع على طول مبدا السلامه سمير جنبونا. 16 دقيقه تقريبا من زمن الشوط الاول، وما زال التعادل السلبي مصر والكاميرون. مباراه ثانيه ليهم ضمن مباريات المجموعه الاولى بطولة الأمم الأفريقية رقم 20. أدي مصطفى رياض ومحمد صلاح أبو جريشة ومحمد كمونة وحمزة الجبل وبدلاء منتخب مصر النهارده. ومعاهم عصام عبد العظيم. لعب كورة وما شوتش وما شوتش ولسه الكورة معاه ويحضن ويخش على طول لهادي خشبة. وهوبا أدي زحلقة ويلعبها لعلي ماهر، وهجمة مرتدة لمصر، واسماعيل يوسف لياسر رضوان، وماشي ياسر وماشي ياسر وماشي ياسر ولعبها لعلي ماهر ارض لك، لكن ياخدها تاني وفي وش اسماعيل يوسف، وماشي اسماعيل وماشي اسماعيل لهادي، وطياره بيلعبها لحازم امام، وماشي حازم وماشي حازم وماشي حازم، ولسه الكرة معاه ورجعها ورا لاسماعيل يوسف، وماشي اسماعيل وماشي اسماعيل، وبيلعب كرة حلوه رايه وصفار احمد الكاس، تسلل من احمد الكاس، ضربة حرة غير مباشرة اتلعبت على طول. ساند جون ويلعبها بره اوت. تمريرة ودقتها في الماتشات اللي كانت في مطرة خفيفة قوي يمكن 5 دقايق قبل المباراة، ومخلية شوية الأرض النط عليها سريعة جدا. فلازم يلحق الكرة يلمها قبل ما تيجي تنط قدامه. دي عايزة مهارة عالية بقى من اللاعبين، كنترول العالي. وياسر رضوان ياخد له حلوه، وما كان هاني رمزي يا ولد، وماشي ويلعبها لحازم امام، وماشي حاتم ويلعبها، وسياره كان عايز يلعبها لهاني ويلعبها تاني على طول لاجوبو، ويخش على طول يا ولد يا ولد يا هادي لحازم امام تاني، وحازم بيلعبها ناحيه الشمال لعبد الستار صبري، وماشي عبد الستار وماشي عبد الستار، ويلعب كره طويله عند احمد الكاتب، وهوبا وكورنر يا ولد، لعبها حلوه قوي من وراه او طبت من وراه احمد الكاس، الصار احمد الكاس مستنيها. الضربات الركنيه كاميرون 2 مصر 1، والله دي الثانيه ان واحده قبل كده لسه لعبها عبد الستار صبري، هيلعبها ثاني عبد الستار صبري، طالع قدام سمير كمونه مميز في ضربات الراس، وعبد الستار صبري برجله الشمال عشان تعمل واو ويلعبها المره دي قصيره لهادي خشبه، وهوبا وتروح تاني لسمير كمونه، يلعبها على الارض لاسماعيل يوسف، واسماعيل على طول لحازم امام لهادي خشبه، وماشي هادي وماشي هادي، ويلعبها طويله عند احمد الكاس لكن تترد، وطويله ناحيه الشمال مارك بيفن وبيغطي عليها ياسر رضوان، يلعب في نادي ليزي فرنسا ويلعب كره طويله، وحازم الزحلقه كويسه والكره اللي فاتت، ويرجعها لهاني، وهاني يلعبها لهادي خشبه، ماشي هادي اسماعيل يوسف يا ولد اسماعيل، والثانيه في الحته الفاضيه يا ولد اسماعيل، ويا ولد احلى لعلي مات، يلا يا علي يلا يا علي، وتروح له ثاني وكره بالعرض حلوه ويطلعها توبي،
وتروح الكره طويله تاني في فاول لمسه يد بيديها على الكاميرون. ليم كي جونغ ومصر ماسكه الكوره. اتمنى ان شاء الله ربنا يوفقها. ماتش مهم قوي بالنسبه لمصر النهارده. هاني رمزي على ارض على طول اسماعيل. اسماعيل بيلعب الكوره لياسر رضوان الباك اليمين. ياسر وترقيصه يا ولد ياسر وحمد الكاس وهوبا جول يا عم ستار يا صبري يا عم ستار يا صبري يا لعيب. هارد لاك عملها حلو قوي قوي. رقصه بجسمه ترقيصه هايله 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 ويروح لجون اهو. عم ستار صبري يا ولد يا لعيب 21 سنه بيلعب في نادي المقاولين العرب. شوف عملها ازاي. شوف بجسمه موه ازاي يا ولد. وعمل الصعب عمل الصعب وهارد لاك في السهل. السهل يجيبها جوه الجول يجيبها جوه الجول. هارد لاك لك اللعيبه حلوه قوي قوي. مهارته عاليه جدا عبد الستار صبري. قدامنا اهو ويلعبها هانز اجيبه. اول فرصه اكيد هتروح من منتخب مصر. معلش الجهات اكتر ان شاء الله. وكوره طويله وهاني رمزي ويخش وفي فاول في زقه فاول مديله اللاين مان مساعد عامل الرايه مديله اشاره ان في لمسه يد على تشامي بوكا جونيورز. ضربه مباشره ضربه حره مباشره هيلعبها على طول فوزي هاني رمزي. هاني ويلعبها عند علي ماهر يلعبها بالهيد طويله تروح لبوكار حارس مرمى كاميرون النهارده. ساندي هاند وبيقابل عبد الستار صبري ويلعب كره طويله عند ياسر رضوان بالهيد على طول اسماعيل يوسف وتطول لعب ستار ويسيبها براوي. 22 دقيقه تقريبا من زمن الشوط الاول التعادل السلبي مصر والكاميرون. قدامنا على الشاشه حازم امام ممسوك النهارده على الطبق وماشي حازم ولسه الكوره معاه ولسه الكوره معاه ويلعبها يا ولد حلو لعب ستار وعلى ستار تاني حازم ولسه الكوره مع حازم ويلعبها لعمل الكاس هوبا احمد يا فرصه كبيره قوي. حازم لعبها حاوي حلوه لاحمد الكاس. هارد لاك يا احمد لكن راح لها حلوه قوي من ورا سيرز باك وماشي اسماعيل ويلعبها تاني لحازم امام ويا ولد يلعبها حلوه لفوزي جمال وفوزي جمال بيلعبها اوف سايد عالمه تسلل عالمه تسلل عالمه. لكن مصر ماسكه الكوره وبتلعب احسن حقيقه كده قدامنا اهي. وفرقه كبيره الكاميرون. هانز اجوبو وكرة طويلة وعلى طول بيلعبها او يرد على طول ويخش اسماعيل يا ولد اسماعيل يطرحها لكن تترد الكرة على طول تاني توبي وداخل مع حازم امام وتترد الكرة وتروح يا ولد علي ماهر. شوف راجع اللي فين علي وماشي علي وماشي علي روح لما بتبقى عالية بيفضل اللاعب مجهود كبير قوي. هادي خشب اسماعيل يوسف اسماعيل الطريقة بتاعته في زقة وفاول ليم شونج جنبه اتلعبت الكورة على طول حازم امام وماشي حازم وطريقة وماشي حازم ويلعب كورة امامية علي ماهر لاحمد الكاس تاني. لازم يخلي بالهم من الكور البينية بتبقى مهمة قوي. اتلعبت الكورة على طول وتروح لياسر رضوان لمسة واحدة لاسماعيل يوسف والزق ابتدى شوية اهو. اسماعيل هادي خشبة طلع له ادي رمزي قدام ويلعب كرة طويلة نطت على الأرض بقى بتفرق. هانز أجوبو ويلعبها من ورا عبد الستار ولمسة واحدة على طول بيلعبها ليو مانبيك وفاول على هاني رمزي. فاول تكتيكي نقول عليه ده إن هو عايز يرجع مكانه فعمل فاول عشان كانت الهجمة عليه وهو بيلعب بإيه؟ الظهير الحر ورا ليبرو وكرة طويلة ويخش سمير كمونة وفاول فاول على مصر. فريق الكاميرون لابس على الفانيلات الارقام بتاع الفانيلات بلون اسود قدام حضراتكم اهي. وادي جنب الكوره في بارك ريفن رقم 8 وساند جونج رقم 17. فريق مصر عامل حيطه حائط دفاعي
وشوطه مارك ريفن ويسقطها فوق بره. عايز يلعبها اوفر. 25 دقيقه تقريبا من زمن الشوط الاول والتعادل بدون اهداف. وادي تشامي والجاليه المصريه وهيلعب نادر السيد ضربه المرمى. كره طويله عند احمد الكاس ورد كره على طول اسماعيل يوسف لحازم امام ويلعبها لادي خشبه وهادي بيلعبها طويله لعلي ماهر. يلا يا علي ده في الدوره الوديه كل الناس عامله حسابه هنا ويخش توفي صح قبل احمد الكاس ولومان بيك. لكن يا ولد يا اسماعيل يا ولد يا اسماعيل وعمل الزحلقه وتتلعب احلى لاحمد الكاس وبيجري له ياسر رضوان ويلعبها له في الحته الفاضيه. يلا يا ياسر يلا يا ياسر وماشي ياسر وماشي ياسر لسه الكوره معاه وبيلعب الكوره بالعرض عند علي ماهر وتعدي هانزا جوبو يسيبها لبوكار حارس مرمى الكاميرا. بوكار ويلعب كره طويله تعدي وعلى طول هاني والواحد على طول بيسلم اسماعيل يوسف سمير كمونه سمير ولعبها طويله عند علي ماهر يطلعها من قدامه توبي. يا ريت الكوره تبقى بالرجل الرجل على الارض اخطر مخليها فريق مصر اخطر. الكور العاليه يبقى من نصيب الكاميرون اللي هيخش فيها ممكن قوي مصر تضرب الكاميرون بالمهاره اعتماده مع المهاره هيبقى احسن كتير قوي. وتوبي سمير كمونه اسماعيل يوسف هادي خشبه هادي عبد الستار صبري وماشي عبد الستار ولعبها حلوه لاحمد الكاس لحازم امام لحازم امام بكعب رجله بيلعبها لاحمد الكاس وبره مهاراته عاليه قوي منتخب لازم يستغلوها في الاختراق وفي التسديد وفي الباصه. عبد الستار صبري وجنب احمد الكاس ولعبها لاحمد الكاس وماشي احمد ولعبها لعلي ماهر لعمل الكاس هوبا هوبا مش ممكن مش ممكن مش ممكن عمل الصعب قوي وعملها حلو قوي احمد الكاس مش ممكن مش ممكن الكره دي يا 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 شوف اتعملت وان تو زي مع علي ماهر ويرقص ويعدي بص له عمل ايه الكره الصعبه كلها عملها ويجيبها على رجله الشمال وعاوز بقى يشوطها جامد. هارد لك يا احمد الكاس وهجمه خطره للكاميرون مبارجه مبارجه وكره بالعرض عاليه ونادر يا ولد صار الكره اللي فاتت ويلعبها على طول تاني لحازم امام وماشي حازم وماشي حازم امام ولسه الكره معاه ولسه الكره معاه وماشي حازم امام وماشي حازم امام وبيلعبها حلوه مش اوف سايد يا عبد الستار معاك اثنين معاك اثنين يا عبد الستار هارد لك معلش معلش لكن كان ايه ملعوبه حلوه من حازم امام لعبد الستار وعبد الستار يلعبها عاليه شويه لو على الارض دي كان فيها كلام تاني ويا ولد يا فوزي وبيلعبها على طول تاني. لا ولد اسماعيل يوسف في الكره اللي فاتت اسماعيل يوسف في الكره اللي فاتت ويخش على طول فريق مصر بيلعب ضاغط وطلع الكره ورا لسانداي فرصتين اجهزتين فرصتين احمد الكاس وعبد الستار صبري وهجمه سان جون لعبه طويله شامي وماشي شامي لكن صح على طول هاني رمزي لعبت حلوه قوي الكوره اللي فاتت. وادي مراقب المباراه اسماعيل باباجي من بتسوانا وفاول وفاول على الكاميرون رقم 17 سان بيلعب في نادي فشش المجل. نص ماسكه الكوره احسن تختارك احسن بتنقل احسن مهاره عاليه جدا بيروح للجول كتير قوي لكن يا ريت نركز في الحته الاخرانيه تفرق كتير قوي. لسه رد كوره بس الكابتن فاروق قصاد عبد المنعم وكره طويله وتعدي وتروح عند احمد الكاس لكن هانز اجوبو باك اليمين وعلى الارض بيلعبها وحازم امام داخل هادي خشبه الستايل بتاع حازم امام وهادي خشبه قريب قوي من بعض ويلعبها هانز وكره طويله ونادر السيد طالع ويقول رايت لكن بيلعبها على طول هادي خشبه
لحازم، وحازم يلعبها تاني لاحمد الكاس، واحمد الكاس يلعبها احلى حلوه لياسر رضوان، هجمه مرتده مصريه، وماشي ياسر، وماشي ياسر، ورجع ورا لاحمد لاسماعيل يوسف اللي بيلعبها لهادي خشبه، وماشي هادي على الارض لعب ستار، وجاي له فوزي جبان من ورا، وحلوه لفوزي جبان، وهوبا فوزي، وهوبا فوزي، يا 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 يا، وتروح على طول تاني لديفنس الكاميرون، كوره في العرض خطره جدا، هتحطوه لراس احمد الكاس، وماشي سمير كمونه، ماشي سمير كمونه، وفاول، وفاول على الكاميرون. مصر بتلعب كوره حلوه قوي، عايزه بس ربنا يوفقه في الحته الاخرانيه في الجون، لكن بيلعبوا كوره حلو. فاول مصر فعلا، الرجاله المصريه هنا على طول سامعين حضراتكم صوتها، وماشي وفاول، وفاول ايوه طبعا، شنكله وفاول، وهنشوف مين هيلعبها، الكاس واسماعيل، كاس واسماعيل، وشوطة جامدة في ايد على طول وكار احمد الكاس، قدامنا اهو 29 سنة بيلعب في الزمالك، جايب جولين في ماتش انجولا، هانزا جوبو بيقابله على طول عبد الستار صبري، وترجع الكورة مومنبيك لسانداي، بيضغط منتخب مصر بنص الملعب على طول عشان ما يخليش يقطع، لو قدر يقطع الكورة او يبعدهم عن مرمى مصر. سانت جون توبي، توبي وبيلعب الكرة طويلة شامي، ويخش بقى على طول فوزي جمال يقطع ويلم، واسماعيل يوسف لمسة واحدة لياسر رضوان لحازم امام، وماشي حازم ويلعبها لاسماعيل، واسماعيل تاني لياسر، وياسر يلعبها حلوة لعلي ماهر، يلا يا علي، يلا يا علي، وتطلع الكرة بره اوت، عايزين علي بتاع الدورة الودية، عمل رعب هنا واسمه كبير قوي هنا في جنوب افريقيا، علي بان. هانزا جوبو بيلعب في نادي اولمبيك ياوندي 29 سنة، الظهير الأيمن على الكورة ده، كل مرة بيقابله على الستار على طول، وتشامي وفوزي جمال يقطع من قدامه يا ولد، أيوة كده، أيوة كده، ويلعبها طويلة عند حازم إمام، وماشي حازم ويلم، ويلم واخد رجله، لكن الحكم بيقول يلعب، وتروح لساند جون كان الباك الشمال، ويلعب الكرة بالعرض تاني على طول لوغاسين سيمو اللي بيلعب كرة طويلة عنده مان بيك تطول، وتروح على طول لسمير كمونة، سمير كمونة يلعبها على طول لهادي خشبة، وماشي هادي، وماشي هادي، ولعبها لعلي ماهر، مظبوطه علي، رجعها تاني لهادي، وهادي بيلعبها لحازم امام، وماشي حازم، وماشي حازم، وبيلعبها ناحية الشمال عبد الستار صبري، يلا عبد الستار انت واحد وواحد اهو، عدي منه، ولعبها عايز يلعبها لحازم امام، لكن تيجي في رجل لاعب ويحضر عليها، ويحضر عليها وياخد ضربه ركنيه، ضربه ركنيه لمصر. يلعبها عبد الستار صبري اخصائي الضربات الركنيه كلها. عبد الستار ولعبها طيارة وتعدي لعلي ماهر، علي ماهر وماشي علي، وتخطف منه وتروح لياسر رضوان، وماشي ياسر، وماشي ياسر، وماشي ياسر، ولسه الكرة معاه، وشوطة تيجي في لاعب، من تيجي في لاعب، والله جت في لاعب، لكن في غاية وصفارة وتسلل. هذه جوليوس نيوجا مدرب الكاميرون، 34 دقيقة تقريبا من زمن الشوط الأول، تعادل السلبي بدون أهداف كاميرون ومصر. هانزا جوفو سانداي الثلاثة، هانز وسانداي وتوبي بيلعبوا في أولمبيك ويندي، هم الثلاثة في خط الضهر، سان شونغ توبي ويلعبها ناحية اليمين لهانزا جوفو، بيقابله على طول على الستار صفر، ويلعب كرة طويلة، هادي خشبة يا ولدي، هادي عامل الواجب الدفاعي معاه، وتتابع رابط التماس، هاد شامي ومعاه يا ولدي هادي، يا ولدي هادي، عامل مع الفرملة، وتطلع الكرة بره، والتاني رامي التماس لكاميرون،
وهو 18 وخطره ومدي ركله جزاء. مدي ركله جزاء. مدي ركله جزاء فوزي كمان. شوفها تاني اهي. شوفها تاني. شوفها تاني. ومدي ركله جزاء. هي 35. جوه ال 18 الذي بيبقى فيه حرص جامد قوي. ولسه قام اهو قام. شامي رقم 9 هنشوف مين اللي هيشوط. اعتقد هو اوبامبيك. ارقام بعيده قوي مش باينه. ونادر السيد. ونادر. واوبامبيك. اعتقد هو اللي هيشوط الكوره. ركله الجزاء وجوه جول. جوه جول في الدقيقه 35. في الدقيقه 35 اوبامبيك. في الدقيقه 35 باسكا. باسكا الكوره وهي اللي اخطر وهي اللي راح منها فرص اكيده. وكاميرون قال فيها الاداء في الشوط الاول في ال 35 دقيقه، لكن ركله الجزاء تخليها تتقدم 1-0. عشان كده بدون كل فرصه بتيجي لازم نخلي بالنا منها ونركز عليها قوي. نركز عليها والفرص اللي ضاعت دي كلها. معلش. ركله الجزاء لكن الفرقه كانت ماشيه كويس قوي قوي ال 35 دقيقه اللي قبل ركله الجزاء. فوزي جبل. هذه خشبه. وسقط الكره عند علي ماهر ومعاه توبي ويسيبها لصنداي ويطلع الكره بره اوت. قوة 18 بتبقى عايزه حرص قوي. وهتتلعب رابي التماس هيلعبها ياسر رضوان لحازم امام. وماشي حازم وفاول لمنتخب مصر. ضربه حره مباشره خطا لمنتخب مصر. ضربه حره مباشره هيلعبها اسماعيل يوسف. جاليه جاليه الكاميرون. وهيلعب اسماعيل يوسف. اسماعيل وسقطها ورا الاهلي خشبه وهوبا وتطلع كوره ضربه ركنيه. ضربه ركنيه عبد الستار صبري. هذه خشبه اللي شاط الكوره اللي فاتت. هيلعب عبد الستار الضربه الركنيه. وياخد الهند ويلعبها المره دي قصيره لحازم امام ويحدي حازم ويديها الحكم ضربه مرمى للكاميرا. ضربه مرمى للكاميرون. هانتا جوبو ويلعبها على طول تاني لتوكو ويعدي لكن يخش سمير كمونه. يا ريت نمسك برضه الكوره على الارض وتتباط تحت. كل ما نمسك الكوره على الارض منتخب مصر يلعب الكوره من رجل لرجل كل ما يبقى فيه خطوره اكتر. سانداي ويرجع لجورو وبوكار. لعبها للباك الشمال سان يلم ويخش على طول ياسر رضوان. تعدي منه سان وماشي وماشي ويلعب الكره راحت شمال لفيو. فيو ولسه الكره معاه ولسه الكره معاه ويلعب كره بالعرض عاليه لكن يخش على طول وشيطه حلوه قلشه من على وش رجله الفونس الشامي. ثقه الجول اللي جابوه من ركله الجزاء فريق الكاميرون اداهم بعض الثقه بعد ما كان منتخب مصر هو اللي ماسك الكره على طول طوال 35 دقيقه قبل ركله الجزاء. كرة طويلة نادر السعيد عند أحمد الكاس وصندي. صندي بيرد. تروح لأوبامبيك. هذه خشبة. حازم إمام. عبد الستار صبري. وماشي عبد الستار وماشي عبد الستار وماشي عبد الستار. وبيلعب الكرة بالعرض وأحمد الكاس. أوه جول ورايا وصفار. رايا وصفار. لعبت الكرة على طول لسادة جون.
وادي ترول. الكره اللي فاتت كانت بلعوبه حلوه قوي من عم صفر. ساند جون لتوبي لساند، تطلع الكره بره اوت. 40 دقيقه تقريبا من زمن الشوط الاول، واحد الكاميرون لشيء مصر من ركله الجزاء جابه امام بيك في الدقيقه 35. علي ماهر وقف علي وبيلعب معاه على طول ساند، وماشي علي وماشي علي وضربه ركنيه لمصر. عبد الستار ظبي طلع هاني رمزي وسمير كمون وفوزي جبال. عبد الستار صبري هيلعب الضربه الركنيه برجله الشمال عشان تعمل الوب، المره دي لعبها جامده وهوب الكوره وتتلم. احمد الكاس وقفها وتقتل منه. سمير كمونه ويغطي على طول ياسر رضوان ويطلع كورة. اقول لك ان الحكم هيشوف مديها ايه، الحكم هيشوف مديها ايه، اعتقد مديها فاول خطا على الكبر. لعبت الكورة على طول اسماعيل يوسف، كانت جه وقف الكورة اللي فاتت تطلب منه فين في منطقة خطرة كده. يلا علي ماهر ماشي علي وماشي علي وبيلعب كورة بالعرض حلوة يا كاش. مش ممكن مش ممكن الكاس هارد لك عدي من فوق بكار كرة علي ماهر ويلعبها بالهيد وفر فوق. كرة بتتوالى لمصر واحمد الكاس الكرة اللي فاتت لعبها له علي ماهر حلو قوي وتعدي من بكار وما كانش متوقع ان هي تعدي ويلعبها بالهيد بعد ما عدت تطلع بره فوق ضربة مر. بكار هذه خشبة لكن تروح لهاني رمزي لعبها جامدة يطلع توبي ورايا صفارة تسلل. تسلل لمصر ضربة حرة مباشرة غير مباشرة هيلعبها هاني رمزي. هاني لعلي باهر لعبها بالهيد لأحمد الكاس تطول وتروح لبكار حارس مرمى كامل. الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر ويلعب على طول بإيده لسانداي الظهير الحر. هانزا جوبو الباك اليمين ورجع ورا التوبي واستهلاك وقت فريق كاميرون ويلعب كرة طويلة راية وصفارة تسلل. تسلل تشابي هيلعبها هاني رمزي. هاني رمزي ولعبها طويلة عند علي ماهر ولعبها لأحمد الكاس وهو جول وهو جول. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن لعبها علي ماهر واستناها أحمد الكاس ولعبها تيجي في الجول وتطلع بره ضربة ركنية. مش ماشية معاه لغاية دلوقتي هنشوفها تاني. هي كورة تاني رمزي طلع علي ماهر ولعبها لأحمد الكاس ويلمسها الجول ويطلعها جول. ضربة ركنية عبد الستار صبري وعالية ومفيش حد مستنيها راح لها أحمد الكاس. أحمد وفاول وخطأ على الكاميرون. خطأ على كاميرون هيلعبها هشوف مين هيلعبها. جاي لها برضه عبد الستار صبري أخطائي كل الضربات الثابتة. عبد الستار صبري هيلعب الخطا ضربه الحره المباشره ويلا يا عبد الستار هوبا وتترد لاسماعيل يوسف شايطها بره فوق وتبقى ضربه مرمى للكبر. ماتش يقلب غريب قوي بخطا واحد يجي منه ركله جزاء والكرة فيها زي ما بنقول تملي الحاجات الغير متوقعة لكن لازم كل لاعب يتوقع. اوجستين سيمو ومعاه ستار وحازم تروح لحازم وماشي حازم يلعبها على طول غادي وهذه يلعبها على ستار وفاول على الكاميرون خطا على الكاميرون. لعبت الكرة على طول اسماعيل يوسف وماشي اسماعيل وجاي له من ورا سمير كمونه وماشي سمير وشوطه بره. يا ريت برضه نسلم رجل الرجل كده منتخب مصر احسن
44 دقيقة اهو داخلين على الدقيقة 45 وتقدمت الكاميرون بركلة الجزاء في الدقيقة 35 اومامبي. بوكر ويلعب كرة طويلة سمير كمونة وتترد الكرة وتروح لأمام وتتلعب نقلتين ثلاثة تشامي شامي وشوطة جامدة في ايد على طول نادر السيد نادر بيلعب كرة طويلة عند أحمد الكاس وقف أحمد الماء حلو أحمد ولعبها لإسماعيل يوسف إسماعيل يوسف لعبها سارة لكن يخش حازم إمام ياخدها ولعبها تاني لإسماعيل إسماعيل لحازم إمام حازم إمام بيلعبها لأدي خشبة وطويلة مفيش حد إلا توبي يسيبها لبوكار بوكار ويلعبها طويلة سمير كمونة ويلعب الكرة على طول ورا وماشي وإسماعيل يوسف يخش قبله ولسه الكرة معاه وجاستين سيمو هذا جوبو الظهير الأيمن كرة خطرة ويلعبها بكعب رجله عند ياسر رضوان وتروح تاني وشوطة جامدة لكن ردها يا ولد هاني رمزي ويطلع الكرة بره وتبقى رمي التماس للكاميرون الجول ادى ثقة فده يبان المنتخب مصر الهجمات وياسر رضوان وفاول خطأ على الكاميرون لعبت الكرة على طول هاني رمزي وهاني بيلعبها طويلة عند علي ماهر يردها على طول توبي خش بقى حازم امام امام بيك وماشي امام وماشي امام ولسه الكرة معاه ويصفر الحكم الدولي ليم كي شونغ ليم كي شونغ وضربة الضربة الموضوعية للكاميرون تطلع الكرة تروح لي على طول الباك الشمال اللي ظهير ايسر ساند جونج بيلعب كرة طويلة لمبارجا تلعب الكرة لياسر رضوان على طول وماشي ياسر وزي ما قلت حكوا كان الشوط الأول فريق مصر ماسك الكرة أكتر وأخطر وفرصه أكتر وكان بيلعب أحسن لغاية ما جت ركلة الجزاء وماشي مبارجا لكن يا ولد يعني توقعها كويس أوي هاني وماشي هاني وماشي هاني ويلعبها لياسر رضوان ياسر سمير كمونة هاني رمزي هاني رمزي احمد الكاس هاني هاني رمزي ويلعب كرة طويلة تسلل علي ماهر لعبت على طول الكوره وطويله وسمير كمونه ورجعها الجول نادر السيد وفي زقف خطا على شامي ويلعب على طول نادر السيد لهاني رمزي هاني رمزي هادي خشبه وماشي هادي وماشي هادي يا ولد ولم الكوره حلوه ولعبها لاحمد الكاس هادي خشبة تاني وماشي هادي ويلعبها لحازم امام وماشي حازم وماشي حازم يلعبها لعبد ستار صبري عبد ستار صبري بيلعبها طويلة ناحية الشمال ما لهاش فوزي جمال وتطلع الكورة بره وتبقى ضربة مرمى لفريق الكاميرون ضربة مرمى لفريق الكاميرون هيلعبها بوكار محترف في تركيا في نادي سامسون بوكار حازم امام وماشي حازم وماشي حازم ولسه الكرة معاه وفاول فاول خطأ لمنتخب مصر هيلعبها اسماعيل يوسف جاي من ورا على طول هذه خشبة عبد الستار صبري هادي خشبة تطول من هادي وتروح على طول تاني لأوغستين سيمو وهجمة مرتدة للكاميرون وتطول لكن يخش على طول سمير كمونة يقطع ويلم صحة حلوة وتوقعها كويس أوي سمير كمونة
ويلعبها على طول لعب صفر صبري وتسرد على الكورة وترد الكورة أجمد عايز يلم وعايز يلم لكن يخش هاني رمزي وتروح على طول لإسماعيل يوسف لفوزي جمال إسماعيل يوسف لهادي خشبة وهاني رمزي ماشي وبيلعب كرة طويلة عند أحمد الكاس وهوبا يلحقها تنضيع على الآخر كانت رايحة لأحمد الكاس بيسقط الكور من وراه لكن الحقها المرة دي تنضيع وطويلة لكن يخش على طول معاه تروح لأحمد لعبد الستار صبري عبد الستار صبري وماشي عبد الستار وماشي عبد الستار ويلعبها جاي له من ورا فوزي جمال حازم إمام وشوطة حلوة يا راجل هوبا جو 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 جول علي ماهر جو جول علي ماهر يا كرة حلوة قوي 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 يا ولد علي ماهر في الدقيقة الرابعة مش ممكن فريق مصر ماسك الكرة أكتر يا حلو 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 هنشوفها تاني أهو يا ولد يا علي يا ولد يا علي أيوة ده علي بتاع جنوب أفريقيا ده علي بتاع جنوب أفريقيا بقى علي ماهر الكاس بيشاور لجمهور مصر شوطه قنبله شوطه قنبله حاسب امام شوطه قنبله تقع من ايده وتروح على طول تاني لعلي ماهر عمل فيها مجهود كبير قوي هاني رمزي وامام بيك ويلم على طول تاني ادي خشبه يلا يا اولاد وعبد الستار صبري ويلعبها لحازم امام وماشي حازم وبكعب رجله يا ولد يلعبها لعبد الستار وماشي عبد الستار ويلعبها لحازم جامده جامده طويله علي ماهر ولعبها بكعب حازم امام ومش حازم وطريقه وهوبا يا حازم يا حظك يا حظك والله لعيبه حلوه قوي حظك يا حازم يا امام لعيبه كان هيبقى الجول الثاني لعيبه حلوه قوي قوي في العارضه ومنتخب مصر ان شاء الله ربنا يوفقه ماتش مهم قوي بالنسبه له النهارده صار الكوره اللي فاتت دي وتاني يبقى عبد الستار صبري لاحمد الكاس وماشي احمد وماشي احمد ولسه الكوره معاه وجاي له اسماعيل يوسف من وراه والمهاره العاليه اهي ويلعبها على طول تاني لياسر رضوان وياسر ماشي يغير اتجاهه ويلعبها لهاني رمزي وهاني رمزي لعبها طويله عند اسماعيل يوسف على صدر احمد الكاس لعبد الستار صبري يا ولد اسماعيل عبد الستار صبري تاني وهوبا احمد الكاس بتقطع الكوره لكن كوره حازم امام دي قنبله كرة طويلة وهجمة تشامبي ولسه الكرة معاه ولسه الكرة معاه لأمام بيك أمام بيك يلعبها على طول لأوجاستين سي هو وخطرة 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 وبالعرض وهوبا يا ولد يا هاني يا ولد يا هاني لسمير كمونة وسمير كمونة على عبد الستار صبري ورايح له علي ماهر ورايح علي ماهر ويلعبها ويطلعها بره سانداي لخبطه وحوالي ست دقايق من الشوط الثاني مصر واحد علي ماهر والكاميرون امام بيك من ركله جزاء وعلي ماهر 22 سنه في نادي الترسانه وده علي ماهر بتاع جنوب افريقيا وتتنقل الكوره على طول سمير كمونه فرص كتيره قوي التيم بتوع الكاس اول هاف تايم وعبد الستار صبري قنبله بتاعت حازم امام اللي طلعها العارضه وماشي على طول تاني يلعبها اماميه لعلي ماهر ويتزق قدامه هانز اجوفه بيطلع الكوره بره لعبت الكوره على طول لحازم امام وماشي حازم وماشي حازم وماشي حازم وماشي حازم وماشي حازم ويلعبها عايز يعملها وان تو مع الكاس لكن تطول وتروح على طول تاني لرونالد بتوكو لتشامي لتوكو ورجع كرة ورا لتانداي الظهير الحر ليبرو واماميه يلا يا اولاد برضه تضغط كده على طول المنتخب مصر يضغط بياخد كل كوره واحمد الكاري لكن تطول منه ويغمزها مرجع ويتلعب له كوره ثانيه لكن هاني رمزي يا ولد يا هاني واسماعيل يوسف ويا ولد اسماعيل ويلعبها ياسر رضوان وماشي ياسر ويلعبها على الارض لحازم امام وماشي حازم ويلعبها ثاني لعبد الستار صبري وماشي عبد الستار وماشي عبد الستار وبيلعب كره بالعرض خطره ويطلع على طول ديفنس الكاميرون لسانداي سانداي اوغستين سيو
ويلعبها تاني. ونقلتين ثلاثة لهادي خشبة طاحت ولحازم إمام. وحازم يلعبها حلوة لعب ستار صبري. لعبها ستار صبري. يلا ستار. يلا يا لعيب. والطريقة والمهارة العالية. المهارة العالية وماشي عبد الستار. كرة بالعرض ضعيفة في ايد بوكار. كرة طويلة على طول بوكار بلعبها. ويقطعها هادي خشبة. تطلع الكرة برا. هادي خشبة قدامنا اهو. 23 سنة في نادي الاهلي. وجمهور مصر اهو. طبعا ركلة الجزاء اللي جت دي بعد ما طيب شوط لعبه كويس قوي قوي منتخب مصر الشوط الاولاني. كعبت كرة على طول. وجوبو نادر السيد. يا ولد يا نادر. يا ولد يا نادر. ولعبها طويلة على طول عند احمد الكاس. هو ويلم احمد. ويلم احمد. والمزقوق في اول. ليمكي معاه. شونك. وحتى المختار اهو. كلم على طول نادر. سرود كرول. تلعب الكرة على طول لعلي ماهر. وماشي علي وتتقطع منه كرة لكن يخش على طول لسمير كمونة لحازم امام. وحازم بيلعب الكرة على طول. تتقطع وكرة طويلة خطرة. 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 لكن يا ولد سمير كمونة. الحق قبل الكورنر ويطلع كرة بره. رامي التماس. شايف انا محمد صلاح ابو جريشة بيسخن من مصر. لعبت الكرة وشوطة ضعيفة تروح على طول عبد الستار صبري. وماشي عبد الستار. ويلعب كرة طويلة تتقطع. وتروح على طول لسانداي. هانزا جوفو. وجاستين سيمو. الباك الشمال ساند جون. ساند. وماشي ويلعب الكرة ورا. لتوبي. وتوبي يلعبها على طول تاني لأوغستين سيمو اللي بيلعب كرة أمامية. ومنبيك. وخش فوزي جمال. وتروح الكرة على ستار صبري اللي بيلعب كرة طويلة. يا ريت تسلمها من رجل لرجل بيبقى أخطر أوي. توبي. لساند جونج. وكعب رجله بيلعبها لفيوي. وابتدت كاميرون تمسك الكرة شوية. سانداي. ظهير الحر الليبرو. هانزا جوفو. وبيلعب كرة امامية يخش على طول حازم امامية يقطعها وياخدها تاني من عبد الستار صبري ويلعبها امامية لعلي ماهر. تطول شوية ورجعها على طول لبوكر. بوكر. سانداي. وعلى ساعتي حوالي 11 دقيقة من زمن الشوط الثاني. 1-1. وكرة طويلة وتلف وياخدها مبارجة. وبرجع ورجع على طول لساند جونج مع اسماعيل يوسف. وماشي وماشي وخطره وخطره ويصلح الكره لكن مفيش الا يا ولد يا عبد الستار. يلم ويلعب كره طويله لسانداي. لازم منتخب مصر يحط الكره على الارض. اول ما يلعب كره طويله بتروح الكره على طول للكاميرون ويبتدي هو يجي. حط الكره على الارض هو اللي بيبتدي يمسك الكره اكتر يبقى اخطر. ويلعبها في الحته الفاضيه. وهاني رمزي. يا ولد يا هاني. ترجع تاني لفويو. ومدي يشوف الحكم مدي ايه. مدي فاول خطا على مصر. اول تغيير لمصر. محمد صلاح ابو جريشه. لعبت الكره على طول لاسماعيل. واسماعيل بيلعبها حازم امام. وماشي حازم يرجع ورا طول على طول ياسر رضوان اللي يلعب كره طويله عند علي ماهر. فهتنط علي وخلي باله نط ويلم الكره علي. ورامي التماس لمصر. خارج احمد الكاتي. خبط في رجله وهيلعب مكانه محمد صلاح ابو جريش. اول تغيير لمصر. وهيدي الكابتن اسماعيل يوسف. وادي محمد صاحب جريشة 22 سنة وبيلعب في الاسماعيلي. وياسر رضوان. وهوبا وهوبا وهوبا.
جول مدي راية وصفارة يا راجل، مدي راية وصفارة. تاني واحدة تتلغي اهي، تسلل الفول لمصر كان جابها محمد صلاح ابو جريش، هنشوفها تاني ايه حسبها ازاي دي، هنشوفها ولعبها باليد وجاي من الجون ومحمد صلاح ابو جريش بيجيبها جول، لكن الحكم صفر وقال انها تسلل واتلعبت الكرة على طول. كان كانت اتخبط في رجله من الماتش اللي فات واتلعبت الكرة لاسماعيل يوسف وماشي اسماعيل ولعبها لعلي ماهر قبل الاوت علي يا وما لحقهاش تطلع الكرة بره اوت، بره اوت رامي التماس للكاميرون كور بالعرض، وبالذات ياسر رضوان لو عمل مصر لعبت في ناحيته كل كره بيلعبها خطره جدا. هانز اجوبه ويلعب الكره على طول وغسيسيمو سانداي، ماشي سانداي وظهير الحر ليبرو وبيلعب كره اماميه ويلمها اوجاستين وماشي اوجاستين ويلعب كره طويله وخطره 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 وشوطه جامده جوه جول جوه جول جوه جول. كره غريبه الكره اللي فاتت، كره خطيره قوي لعبها الفونس تشان، الفونس تشان نمره 3 في الدقيقه 14 الفونس تشان في الدقيقه 14 الشوط الثاني الهوبا ضرب فيها جوان تو خط الظهر ويجيب الجون الثاني للكاميرا الفونس تشافي، خدها ودخل بيها جوه ال 18 وشوط القنبله على شمال نادر السيد في الدقيقه 14 في الشوط الثاني. اصبحت النتيجه كاميرون 2 مصر 1، لعبت كوره على طول ماتش ده نتيجة بتتقلب فيه بسرعة قوي. عبد الستار صبري، عبد الستار وماشي وبيلعبها ناحية شمال لفوزي جمال، فوزي وبيلعب كرة عالية يمسكها بوكار، مدي راية وصفارة تسلل على علي ماهر، هانز اجوفو ويلعب كرة طويلة ويلم وبدي ليه كم فاول على فوزي جمال، كوره اتعبت 1 2 ويعدي فيها تشامبي من ناحيه الشمال وخش جوه ال 18 ويقرب من نادر السيد وشوط قنبله في الزاويه البعيد. 16 دقيقه من زمن الشوط الثاني، 2 الكاميرون 1 مصر. نادر الفني ولا نادي مصر روك رول، تعالى على الكرة اللي فاتت تاوي طبعا، كل ما مصر تبقى هاجم وتروح للجون وتلاقي الكرة بالعرض تانية يطلع على طول لحازم امام وماشي حازم امام وماشي حازم امام ولسه الكرة معاه ولسه الكرة معاه وبيعدي وبيعدي ولسه الكرة معاه ويلعبها حلوة لمحمد صلاح ابو جريش اضرب جول وتروح تاني لحازم لعلي ماهر. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، حازم امام يلعب كرة مقشرة لمحمد صلاح ابو جريشة، هشوف حازم امام اهو بيلعبها حلو 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 وخش محمد ويلعبها وتروح لعلي ماهر وتروح لعلي ماهر وتروح لعلي ماهر تاني وشوطها فوق بره وجون اكيد لمصر. ضيع في اشد الحاجة ليها منتخب مصر الكرة دي، في لاعب وقع اهو من الكاميرون، فرص كبيرة جدا بتضيع. مصر ماسكة الكورة أحلى وبتروح للجول وبتوصل للجول وفرص أكيدة بتضيع، هتشوفها تانية. باصة بتاعت حازم إمام لمحمد صلاح أبو جريشة شوطها عالية ويخشوا اتنين على بعض وتروح تتقشر لعلي ماهر. وعلي ماهر شوطها من زاوية صعبة أوي بره. هنشوف مين اللي خارج. أرقام الفانيلات السوداء مش باينة خالص طبعًا. أعتقد إن هو أوجاستين سيمون. اعتقد كده رقم 10. هنشوف هيلعب ولا هيستمر كاميرون يلعب 10، رقم 19 اهو. جون جانج
واتلعبت كرة طويلة بوكار وكرة طويلة ونادر السيد يطلع يمسك على طول. ياسر رضوان ويلعب الكرة لعلي ماهر وشه على طول. هذه خشبة لحازم إمام وماشي حازم وماشي حازم ولعبها في الحتة الفاضية لفوزي جبل وماشي فوزي وماشي فوزي وشوطها بعيدة فوق بره. في لاعب واقع اعتقد علي ماهر الكرة اللي فاتت خبطوا فيها توبي اللي بيلعب معاه مان تو مان. ونادي الواحة حسنين حمدة الكرة اللي فاتت مش ممكن فرصة كبيرة قوي المصري يحضر اللقاء الدكتور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسفيرة مشيرة خطاب سفيرة مصر في جنوب أفريقيا ورجال السفارة واللواء حرب رئيس اتحاد كرة القدم وسمير زاهر وكيل الاتحاد. كرة ايه شوفها تاني اهي شوف تاخد ضرب فيه جامد الكرة اللي فاتت بارت علي ماهر قام بيزك شوية لكن ان شاء الله تبقى وفي علي ماهر اهو خارج لبره وضربة مرمى لكاميرون. لعبت كرة طويلة تروح على طول لسمير كمونة هذه خشبة وتوصل الكرة على طول لتشامي يلم لكن معاه سمير كمونة ويلم الكرة وفاول خطأ على الكاميرا. 20 دقيقة 2 الكاميرون 1 مصر من الشوط الثاني. ماتش غريب جدا نتيجته بتتغير. فوزي جمال هاني رمزي عبد الستار صافي ولعبها طويله مش لحد يخش تقطع الكره على طول وتروح لوجاسين سيمو ولعبها مارك ديفن فيو لهانزا جوفو يلعبها قبل الاوت ورجع ورا لسانداي والجورو بوكار وطويلة في لمسة يد بتروح الكرة لإسماعيل يوسف ياسر رضوان هادي خشبة يلا هادي يلا هادي وماشي هادي وماشي هادي وراح له هوبا حلوة حلوة هوبا يا خبر مش ممكن مش ممكن محمد صلاح أبو جريشة علي ماهر مش ممكن الأجوان المضيئة مش ممكن وان الفراد مش الفراد هما وجول هما وجول عبد الستار صبري ضربة ركنية وعالية تاني وترد وتروح لسان جونج وترد على طول لكن سمير كمونة مغطي لفوزي جمال فوزي ماشي بيلعبها على طول تاني لحازم امام وماشي حازم وماشي حازم ولسه الكوره معاه ولسه الكوره معاه وماشي حازم وماشي حازم وتخطف منه الكوره عايز يخش ال 18 عشان يعمل بلنتي تلعب الكوره على طول لاسماعيل يوسف. اسماعيل يوسف بيلعبها لياسر رضوان ويلا ياسر علي بقى اهو يا راجل جنبك اهو على ابو جريشه محمد صلاح ابو جريشه يا فرصة كبيرة قوي من علي ماهر فرصة كبيرة قوي قوي من علي ماهر لعبها ياسر رضوان 10 على 10 فرص شوفها تاني اهو شوف علي ماهر وكان محمد صلاح ابو جريشة فاضي ازاي جنبه ناحية الشمال شوطها بسن الجزمة وترد كرة لكاميرون فاصل وكرة خطرة وهو جول تاني وشوطة جامدة وتطلع الكرة وتطلع ضربة مرمى وعشرين دقيقة تقريبا من زمن الشوط الثاني اثنين الكاميرون واحد مصر وفرص كبيرة جدا بتضيع من مصر. هاني رمزي بيلعبها لحازم امام ماشي حازم ويطلع كرة من قدامه وتوبي ركلة رامي التماس ويلعبها حازم امام لهادي وعالية فوق امام بيك امام مع الكرة ده ويلعبها لانزا جوبو
هانز يعقوب يلعبها على طول تضيع كرة لاسماعيل يوسف وماشي اسماعيل وماشي اسماعيل ولعبها لهادي خشبة وهادي خشبة لسه الكرة بقى وخش جوه 18 ولسه الكرة بقى اختطفها من قدامه فاندجو ويلعب كرة طويلة بره اوت فرص كبيرة جدا بتضيع من مصر يا ريت تخلي نركز فيها شوية طلع محمد ويلعب الكرة على طول لحازم امام وماشي حازم وماشي حازم وتتلعب الكرة طويلة راية صفارة تسلل تسلل لعبت الكرة على طول لفوزي جمال يلا فوزي ويلعبها ناحية الشمال عبد الستار صبري وماشي عبد الستار ويلعب الكرة لعلي ماهر ما لحقهاش وفي تسلل وفي تسلل تسلل على علي ماهر ضربة حرة غير مباشرة 24 دقيقة من زمن الشوط الثاني كفر 2-1 مصر فانداي ويلعب كرة طويلة مفيش حد يسيبوها على طول لنادر السيد سمير كمونة اسماعيل يوسف وماشي اسماعيل يا ولد خطأ خطأ وإنذار خطأ وإنذار أول إنذار في المباراة نشوف مين أعتقد هو نتوكو رقم 6 هنشوف هو مين اللي زي ما بقول لحضرتك مش باين أبدا أرقام الفانيلات لا ولا ده مارك فيفن رقم 8 لعبت الكرة على طول وكرة طويلة عند عبد الستار صبري وماشي عبد الستار ويلحقها قبل سان جونج قبل ما تطلع كورنر ويلعب كرة طويلة راية وصفار أوف سايد تسلل تسلل لعب على طول تروح الكرة لهاني رمزي خارج رقم 8 ونادي رقم 19 مارك فيبن وجاي مكانه رقم 19 جون ايف جون ايف كعبت الكرة على طول هادي خشبة هادي هاني رمزي اسماعيل يوسف وماشي اسماعيل محمد صلاح علي ماهر هادي ولعبها لحازم امام وحازم يلعبها وفاول داخل ضارب قوي حازم امام فانداي وعلى الارض حازم امام داخل بقى جامد قوي في الكرة زي ما حضراتكم شايفين اهو وفاول من حته خطره قوي قام حازم اهو شوفينها شوطها من مصر وبوكار بيستف ويرتب خط الضهر بتاعه والحائط البشري هيوقف الحيطه اهو بياخد زاويه هما ياخدوا زاويه وهنشوف هتتلعب ازاي هادي خشبه واسماعيل وعبد الستار هيثبتها له وشوطها ان شاء الله هادي ودريزو هادي خشبه لكن المره دي اتلعبت حلوه محمد صلاح ابو جريشه ويلعبها وضربه مرمى وضربه مرمى كانوا فاكرين ان هادي خشبه يلعبها لكن عملوها جديده ويلعبها لمحمد صلاح ابو جريشه اهو على الشاشة قدامنا وتطلع الكورة بره يبقى رمي ضربة مرمى للكاميرا شوفها تاني اهو هتضطر لعبها خير اللعب وتطلع الكورة وتطلع بره وترمي التماس لمنتخب مصر لعبت الكورة على طول لهادي لهاني رمزي ابتدى فريق الكاميرون يرجع ورا يدافع هاني وماشي هاني وماشي هاني ولعبها على طول هادي خشبه تطلع من هادي ويخش سانت جون رقم 17 اللي بيلعب باك شمال ويلعبها على طول طويله ويعدي وفوزي جمال معاه ومان بيك ومان بيك ويلعب الكره بالعرض وكعب برجله شامي تطلع الكره بره عملها حلوه قوي الكره اللي فاتت
خلاص نادي فوكا جونيور هو اللي جاب الجول الثاني ليكم. ده لعيب بقى بتاع الكور الكتير اهو، هنشوفها ثاني اهو، هنشوفها امام بيك هو اللي عملها له، عمل الكوره بالعرض وجت من وراه ويعمل لها كعب رجله، لك الكوره فوق ضربة مرمى المنتخب. هاني رمزي ويلعب الكرة على طول لحازم امام، وماشي حازم امام وتطول بين الكرة، ياخدها الباك الشمال، لسه نازل جونيف لعب باك شمال ويلعبها لهانز اجوفو الظهير الايمن، وكرة امامية لسه الكرة مع صنداي اللي بيكمل لقدام ويلعبها تاني لامام بيك، وماشي امام هو هاني يحط رجله هاني، لكن امام تاني ياخدها ويلم ويلم ويلعب كرة بقى تيجي في تامر كمونة ويطلع على طول يغطي فوزي جمال، واقف على وش رجله ومعاه عبد الستار صبري. يا ولد يا عبد الستار حط رجله ياخد الكورة، عبد الستار وطاطا لادي خشبة ولما حلو ادي محمد صلاح ابو جريشة ولما محمد وماشي يلعب الكورة حلوة لادي خشبة وماشي هادي وماشي هادي ولسه الكورة معاه ويلحقها 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 ولو كرة بالعرض وهوبا حازم امام هوبا شوطها جابت ينام عليها ساند جونج لعيب كويس قوي ساند جونج وهجمة مرتدة وتطول الكورة وتخش على طول تاني فوزي جمال وتروح لأمام بيك أمام ولسه الكرة معاه ورجع يهزي طبعا اللعب اللي بص كانت هاجمة في الكورة اللي فاتت وتروح الكرة تاني ورا لتوبي ويرجعها لجون ايف اللي لسه نازل رقم 19 يمسك الكرة بالرجل الرجل هو بالسهل كويس سانداي كرة تسلل شامي تسلل هيلعبها سمير كمونة ضربة حرة غير مباشرة لنادر السيد ونادر اداله تاني عشان كان لازم يلعبها على طول وسمير كمونة بيلعبها طويلة عند محمد صلاح ابو جريشة لم وتروح لعلي ماهر وصنداي يقطع خش تاني كورة يلعبها زي الايسر جون ايف لكن يقطع وتروح لعبد الستار صبري وماشي عبد الستار ويلعب كورة حلوة لياسر رضوان وياسر يلعبها طويلة عند علي ماهر وصنداي يقطع لعبد الستار وعبد الستار يلعبها لحازم امام وماشي حازم امام وماشي حازم امام ولسه الكوره معاه ولسه الكوره معاه وماشي حازم امام ويلعبها عبد الستار صبري وزوها الباك اليمين هانز اجوبه وتطلع كورنر ضربه ركنيه لمصر 30 دقيقه تقريبا من زمن الشوط الثاني 2 الكاميرون 1 مصر وهيلعب بالضربه الركنيه عبد الستار صبري عبد الستار ويلعب كرة عالية ويردها على طول ديفنس لحازم امام اللي شاطها وتروح محمد صلاح ابو جريشة في ايد بوكار ويلعب كرة طويلة للشامي سمير كمبونة بعالة ويلعبها حلوة لياسر رضوان وماشي ياسر ومصري هجمة ماسكة الكورة وتلعب فوزي جمال على طول عبد الستار صبري وماشي عبد الستار ماشي عبد الستار ويطلع الكورة طويلة واتلعبت على طول باليد لعيبة عالية هاني رمزي وتطلع كورة بره اوت ضربة مرمى للكاميرون ورود كرول بيضغط على طول كل اللعيبة هاني رمزي بالكرة اللي فاتت لعبها باليد بره ويشوط على طول سانداي ناحية امام بيك ومعه فوزي جمال مع امام بيلعب ناحية اليمين على طول دلوقتي وماشي امام ويخش يطلع الكرة من وراه ضربة ركنية ياسر رضوان ضربة ركنية للكاميرون أول ضربة ركنية في الشوط الثاني للكاميرون هيلعبها لتوكو ويلعب الكرة عالية وتترد الكرة على طول هذه خشبة لعب ستار صبري وماشي عبد الستار وبيلعبها حلوه ياسر رضوان وماشي ياسر وماشي ياسر ويلم ويلعب كره طويله عند محمد صلاح ابو جريشه
تطلع بره اوت. رامي التماس لمنتخب مصر ياسر رضوان. هذه خشبة ياسر رضوان وماشي ياسر وماشي ياسر وعايز شوط شطها بره بره. ضربة مرمى الكاميرون وادي ياسر رضوان. يا ريت يعني شوط بلاش كده برضو من بره برضو سالم الرجل الرجل لغاية ما نوصل للجول. دي أخطر طريقة نوصل بيها لمرمى كاميرون. وكرة طويلة ما فيش الا فوزي جمال ولعبها لحسن الطرطبي وهنزع جوب ويقطع والتهاجمة مرتدة للكاميرون ويرجع ورا لسانداي فيحلو بوكار وعلي ماهر. سانداي ويلعبها على طول بالعرض لجون ايف وجون ايف يلعبها تاني بالعرض وياسر رضوان ويلمها من قدامه لعيب جنب كويس قوي سان جون اللي يلعبها ناحية الشمال وفريح له هاني رمزي شامي برضه ويخش حازم امام ويخش هادي خشبه ويطلع كرة هادي خشبه بره. رامي التماس للكاميرون هيلعبها سان جونج رقم 17 ده لعيب كويس قوي. سان هيلعب رامي التماس ويلعبها على طول تاني لتشامي. تشامي يلعبها تاني اللي بيلعب كرة بالعرض عالية عنده مانبيك ورايح معاه فوزي جمال وبالعرض وخطرة وسيد على طول نادر السيد. نادر حسن طار صبري هذه خشبة لعبها لحازم امام وماشي حازم امام وماشي حازم امام وشنكلة وفاول. فاول لمصر هنشوف هتتلعب ازاي في الشطاله في الباطا ومع حازم جاب التنين هو ماسكه فعلا من ايده ودقه هنزكه. فاول لعبت لي خشبه وقنبله وفي ايد المره دي بوكار رايح له علي ماهر ومحمد صلاح ابو جريش. دي مراقب المباراة من بوتسوانا ويلعب كرة طويلة وتترد الكرة على طول وهجمة أمام بيك تاني ويلعب كرة طويلة يطلعها على طول ديفينس مصر تروح لياسر رضوان وياسر بيلعبها لهادي وهادي بيلعبها لإسماعيل يوسف وماشي إسماعيل وماشي إسماعيل وماشي إسماعيل ويلعبها لحد إمام ويلعبها لاسماعيل يوسف تاني وماشي اسماعيل يلا اسماعيل وجاله ياسر وجاله ياسر يلعبها لياسر وياسر يلعبها عالية عند علي ماهر لكن صد على طول رجعها دفاع كاميرون ومانبيك يلعبها لجون ايف ويلم جون وتتدفع الكرة تاني وتروح لعلي ماهر اللي يزور الكرة ويطلعها بره. جول وفي اشتباك اهو بيرجع علي ماهر سان جون اللي بيرجع ورا لسانداي وسانداي بيلعب كرة بالعرض لانزا جوبو وماشي انزل الكرة امامية تقطع على طول تروح لادي خشبة وادي خشبة يلعبها امامية لاسماعيل يوسف وماشي اسماعيل وماشي اسماعيل ولعبها حلوة لعلي ماهر يلا علي يلا علي ولم علي ولم علي وجاي له ياسر رضوان ياسر وهادي خشبة هادي وماشي هادي ويا ولد يا هادي ويعدي ويعدي ويلعبها لعلي ماهر وعلي ماهر يلعبها له علي قوي علي قوي علي علي قوي علي ويلعبها بالعرض وبره خطاها على الارض كان اللي هو بتوت تلعب على الارض. فاضل تقريبا حوالي 8 دقايق من زمن الشوط الثاني والمباراة وما زالت النتيجة تقدم الكاميرون 2-1. شايف انا حمزه جمل هيلعب تغيير تاني لمصر
بيستهلك وقت اهو بيبصله في الساعه ليم كي شونغ سانداي ويلعب كره طويله عند تشامي واقف على وش رجله على صدره وماشي وماشي ويلم ويلم خطره وبره وبره ضربة مرمى لمصر شعبة حضور ياسر رضوان وماشي ياسر قبل حازم امام وماشي حازم وماشي حازم يحط رجله وتروح على طول الكورة ل هادي خشبة عبد الستار صافي وماشي عبد الستار يلعبها لهادي خشبة وهادي بيلعبها لفوزي جمال وماشي فوزي ولعبها لهادي خشبة تاني قبل حازم امام وماشي حازم وماشي حازم وبالزق وبيدي حكم فاول على مصر على الكاميرون داخل ضرب جامد سان جون حازم امام هنشوفها تاني اهو هنشوفها تاني وداس عليه اهو داس عليه الكوره اللي فاتت لسه فاضل حوالي سبع دقايق كل المصريين هنا يتمنوا ان مصر تقدر تعوض الجول ده في الوقت حوالي سبع دقايق اللي باقيه اهداف كتيره جدا ضاعت النهارده مش ممكن عدد كبير جدا من الاهداف مع ان مصر لعبه مباراه كويسه قوي النهارده صراحه يعني الاولاد عاملين مجهود كبير قوي لكن اللي واضح قوي ان امام المرمى ضايع فرص كتيره جدا خارج حازم امام خارج حازم امام اتخبط في الكره اللي فاتت وادي تغيير الثاني خارج رقم تسعه تشامي ويلعب مكانه 22 شو تانك شو تانك رقم 22 خطأ لمصر خطأ لمصر ولسه حازم امام بيتعالج بره ووقف للتغيير خارج تشامي اهو ونازل رقم 22 شو تانج ومش هيقدر يغير حازم بينزل فشايف انا مستر كرول بينزل لمحمد كمون ونزل فعلا محمد كمونه مطرح حازم امام وشوطه جامده حمزه الجمل بره ضربه مرمى للكاميرون ضربه مرمى للكاميرون واستهلاك وقت هو واضح قوي وليم كي شونج مع الكوره خلي حد بيقوم بتعالج وان شاء الله تبقى بسيطه وكره طويله وتعدي تروح لهاني رمزي هاني ولعبها طويله يرد على طول سان جون ولعبها يوقف على وش رجله لسه نازل اهو شو تانج والكوره طويله عند عبد الستار صافي لعبها لاسماعيل يوسف وتطول تاني يخطفها شو شانج وهجمه لكاميرون ولعبها من ناحيه الشمال لجون ايف لكن معاه مغطي ياسر رضوان وياخد ضربة مرمى ضربة مرمى حازم امام اهو اتخبط لعبت الكرة على طول وحلوة يلمها وخاطئ بيضربوا جامد قوي فريق كاميرون دلوقتي هيستهلك وقت طبعا في التسولات ووقفة الكورة اسماعيل يوسف بيلعب الكرة على طول عبد الستار صبري لعبها لهاني رمزي وهاني بيلعبها طويله ناحيه الشمال وماشي فوزي جمال اهو حمزه جمل حمزه جمل وهوبا وفوق فوق لسه ما ظبطش رجله فوزي حمزه جمل ضربه مرمى للكاميرون وعلى تاتي حوالي 42 دقيقه من زمن الشوط الثاني وما زالت الكاميرون متقدمه 2-1 ضربة مرمى
هيلعبها توبي ويلعب كرة طويلة ويرد على طول سمير كمونة لكن تروح لتشو تانج ويخش حمزة جمل وفاول على حمزة جمل فاول على حمزة جمل وبيحذر تشو تانج رقم 22 شوف التالي ايه وزائي وضرب في حمزة جمل قرار بتبان ليه لكن تعليمات الفيفا طبعا قرار حكم هو اللي بيتاخد بيه وما يتاخدش في التلفزيون خطا وضربه حره مباشره لكاميرون بص بتاعته ليمكي تشونج عشان يحسب الوقت وهذا الضايع كل ده استهلاك الوقت لكاميرون ويلعب هانزا جوبو كوره وعاليه ويطلع على طول نادر وفي تسلل لعبت الكرة على طول لحمزة جمل وماشي حمزة وماشي حمزة ومخرجتش بره بيرجعها محمد المنصور رجعها تاني لعبت الكرة على طول لهاني رمزي هاني وعلى الأرض بيلعبها طويلة عند هذه خشبة لكن يخش ساند جون عشان يضيع وقت ويطلع الكرة في المدرجات بره لعبت الكرة عند هادي وهادي على طول لياسر رضوان وماشي ياسر ويلعب الكرة عند اسماعيل يوسف لكن يقطعها هانداي وكرة طويلة عند نادر الثاني لعبت الكرة على طول لهاني رمزي اللي بيلعب كرة طويلة ما فيش الا هانداي ويطلع الكرة باليد على طول ثاني وقف على وش رجله ومنبك ويغير اللعب ناحية اليمين لهانزا جوبو ليلم لكن عبد الستار صبري يلم وهجمه مرتده واعتقد ده لازم ياخد انذار هنشوف مديله ايه يلم بيعد اهو باين اوي اوي شنكلة وبيهوبه ليم كيشونغ و كل ده استهلاك الوقت وجوليوس مدرب الكاميرون وبيندى الدكتور فريق الكاميرون عشان يخرجوا النقله داخل ايه كل ده وقت مستهلك طبعا وياخد انذار ياخد انذار لعبت الفاول على طول خطا وتروح لحمزه جمل حمزه جمل ولعبها عبد الستار صبري ولعبها تاني لحمزه جمل وماشي حمزه وماشي حمزه وبيعدي ولعبها له حلوه عبد الستار صبري كره لسه مع حمزه وتطلع كره رامي التماس بيديها رامي التماس للكاميرون رحيل على بالهم اهو زي ما حضراتكم شايفين استهلك وقت ويلعب سانداي رامي التماس سانداي ويلعبها طويلة عند حمزة الجمل يلم على طول عند عبد الستار صبري عبد الستار يلعب كرة عالية وعلى صدره يلا علي يلا علي هوبا في ايد بوكار في ايد بوكار يا اسماعيل كان جنبه الفرصة الأخيرة علي محر بكار كان اسماعيل يوسف طلع على صدره وماشي علي ماهر وماشي علي ماهر شاطها تيجي في رجل اللاعب يخش على طول نادر السيد لعبها لحمزه الجمل سمير كمونه وسمير بيلعب كرة طويله عند علي ماهر ومعه ثلاثه لعيبه لكن تتخطف الكوره ويلعبها طويله لمبارجه هو وهاني ويخش هاني يقطع الكرة على طول وياسر رضوان ترد الكرة ويخش على طول سمير كمبونا لاني رمزي وسقطها لهادي خشبة وسقطع وترد تاني ومنبك
مام بيكو بيعدي أوبام، وبيعدي أوبام ونادر السيد، ونادر السيد ده ولد نادر، طلعها على طول نادر ويلعبها لياسر رضوان، ياسر وعلى الأرض بيلعبها لادي خشبة، وادي بيلعب كرة طويلة عند محمد صلاح أبو جليشة، وتطول الكرة على طول لهانز جوبو اللي بيلعبها طويلة عند حمزة الجمل، حمزة وماشي حمزة ويلعبها طويلة عند سمير كمونة ويلعبها لعلي ماهر اللي لعبها باليد تطول وتروح لبوكر، بوكر واستهلاك وقت برضو، بوكر وبيوصله في الساعة عليم ولعبها طويلة حمزة الجمل على طول بيلعبها لهادي خشبة، يلا يا هادي يلا يا هادي وماشي هادي ويزق والحكم بيقول يلعب تنضاي ويلعبها على طول جونيف وماشي جون وماشي جون بيلعب الكرة بالعرض وتاني وداخل ده لجوه وبين الكرة لكن عم ستار صبري بيرجعها تعالى ونادر السيد، نادر بيلعبها لعب ستار صبري وماشي عبد الستار ويصفر دايما اداء حلو، نزل اريلسون مكان جوفاني وبيصفر الحكم